فقرة وان تاتش والتحليل الكروي الممتع. النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا الكابتن محمد عمار. كابتن محمد اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله زي العسل. جاهز؟ انا جاهز. وان تاتش مع محمد عمار. هنتكلم في ايه؟ في الاهلي وسيراميكا. يلا مجهز لنا ايه لمحات فنيه؟ هقول لك. في البدايه بس محتاجين نقول ان سيراميكا قدم مباراه كبيره جدا. ده حقيقي. مباراه محترمه قوي. خلينا نقول ان هو يكاد يكون احرج الاهلي في الشوط الاولاني، وده حاجه حلوه جدا لفريق صاعد حديثا للدوري بيلاعب فريق بطل الدوري وبطل الثلاثيه. يعني هيثم شعبان، فانا كابتن هيثم شعبان قدم مباراه مدرب هايل بصراحه جداً. الواحد ما كانش متوقع هذه الانطلاقه لسيراميكا كليوباترا، قدرته على ان هو يبقى مقنع بالنسبه لغرفه الملابس بتاعته، قدرته على انه يحتوي فريق صعد الى الدوري المصري وفي اسماء وفي نجوم تم انتدابهم. بالظبط. تقول ان هو مدرب جامد. ده حقيقي. وكان في اسباب، يعني خلينا نقول برضو ان هو في اسباب ان الاهلي يظهر زي ما بيقولوا كده بشكل وحش في الشوط الاولاني، او مش الشكل اللي احنا معهودين بيه. يعني موسيماني، الفرقه زي سيراميكا اللي تخلي موسيماني يعمل تغييرين في بدايه الشوط الثاني، لا تقول ان كان في مشكله حقيقيه في الشوط الاولاني، لان سيراميكا عمل ماتش على الاهلي. ولكن في الاخر الافضليه جت للاهلي، لان فريق كبير عنده دكه، عنده حلول. هي المباراة لو هتتكلم على 11 ضد 11 في الشوط الأولاني، فسيراميكا عمل جيم 10 على 10 وأحرج الأهلي، ولكن الشوط الثاني هي دكة الأهلي اللي منحت الأفضلية لموسيماني. خلينا نبدأ نتكلم يلا بينا فنيا عن الماتش، وأقول لك ليه الأهلي، يعني من أسباب الأهلي كان وحش أو يعني مش في مستواه في الشوط الأولاني. سبب رئيسي هو كان ضغط سيراميكا. الراجل ده عمل كابتن هيثم شعبان عمل ضغط على الأهلي عظيم جدا. بص هنا في الكورة، بص الاهلي هنا مش عارف يطلع بكورته، ودي غريبه. يعني ان الاهلي ما يعرفش يطلع بكوره، اول فرقه تحرج الاهلي بالشكل ده. هتلاقي الاهلي عمال يباصي باصات بالعرض، هتقف في الاخر. تقصد ان هو مضغوط. بص هنا الكره دي لو نرجع بيها ثانيه واحده بس، الكره دي اوت المفروض لسيراميكا. هو سيراميكا عايز يدي الكره للاهلي، عايز يدي الكره عشان لعيبته تضغط. هنقول بقى، هنتكلم لسه على الادوار. لا دي مش فاهمها، هو في فرقه عايزه تلعب الفرقه الثانيه يا محمد تدي الكره؟ يعني طبعا. ما هو انا بلعب على اخطاء الخصم اللي قدامي، انا بلعب على الضغط اللي على اجي لك الكره واضغط عليك، اديك الكره واضغط عليك. طب ما انا الكره معايا بطلع بيها اسهل. ولكن ما هو هنا في الوضع، في وضع زي ده، لما العب الاوت انا عندي افضليه للعيبه اللي هتضغط على لعيبه الاهلي، لان انا خاصه ان بص دي في 27 خلاص لعيبه سيراميكا عرفت انها لما بتضغط على الاهلي بتاخد الكوره، وعملوا كده اكتر من مره، فهتتلعب الكوره. هتلاقي دايما بص طبعا محمد ابراهيم عمل جيم رائع جدا، هو اللي كان بيستلم كل الكرات اللي تحت. بص هنا الكرة المفروض عادية جدا خالص، يعني مش وارد مثلا انه سيراميكا لعب الكرة دي اخطأ فيها محمد ابراهيم فبيضغطوا عشان يجيبوا الكرة تاني؟ هو ده اكيد. انا مش قصدي بالمعنى الحرفي يعني. ايوه خد بالك، لانه اللي قاعدين بيشوفوا دلوقتي يقول لك انت بتقول كلام لا 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 جديد. مش القصد بمعنى كده، ولكن تقصد ان هم عندهم ثقة بنفسهم للدرجة ان هم لو فقدوا الكرة هيضغطوا يجيبوها للنادي الاهلي. الكرة راحت صح كده؟ بالظبط. هي الفكرة كلها ان انا مش بلعب الكرة وبديها للاهلي، ولكن انا بلعب الكرة في احتمالية يعني أكبر إن أنا أخسر الكورة أكتر ما أنا أخدها، لأن محمد إبراهيم وسطه ثلاثة. بص هنا بص الضغط، كوامي بونسو ده عامل جيم هو وتوني رائع. يعني خلي بالك سيراميكا لعب 4-3-2-1. أيوه بس على ضغط في كل حتة، ضغط في كل حتة، بتروح وترجع بتروح وترجع. عمرك ما شفت الأهلي كده. الأهلي مضغوط في نص ملعبه بالثلاثي ده، كوامي بانسا ومحمود توني ومحمد توني ومحمود دبيل، ثلاثي عمل ده في الشوط الثاني. بص الشناوي بيطلع برضو يغلط ثاني، ترجع الكره لسيراميكا وهجمه لسيراميكا. الاهلي مش عارف يطلع بالكوره. ودي غريبه جدا. دي ما بتحصلش. يعني ما حصلتش كتير في الموسم ده. بص نفس الكره برضو، ادي الكره مع ايمن اشرف. الراجل ضغط محمد ابراهيم اللي ضغط عليه، بص ضغط ايمن كل اشرف حته. جري جري جري، خلاص ما عندوش حد، اخطا، راحت الكره لمحمد ابراهيم خطفها وبقت هجمه لولا الشناوي تالق. بص نفس الكوره العاليه الطويله دي، بص عاليه طويله لبدر بنون، الشناوي هيطفش. هترجع الكوره هجمه على، هياخدها على طول سيراميكا. ما بيزهقوش وما بيملوش ورايحين. وكان شادي حسين لو موفق فيها كانت عملت مشكله كبيره جدا. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. هو ضغط سيراميكا هو اللي خلى في معاناه.
طب ايه المعاناه يعني؟ ده الضغط كان بشكل سليم جدا من لعيبه، بس رؤيه مهمه اللي انت بتقولها دي رؤيه حقيقيه، يعني اللي موجود ده هو الواقع، هو اللي حصل، هو الضغط الكبير اللي عمله سيراميكا على النادي الاهلي، عشان كده شفنا النادي الاهلي شويه مش في افضل حالاته. ما هو بالظبط واللي ساعد على كده الثلاثي اللي لعب بيه موسيماني، حمدي فتحي، اليو ديانج، احمد توفيق، واكرم توفيق. اكرم توفيق عفوا ثلاثي ما بيعرفش يطلع بالكوره، ما عندكش صانع العاب فيهم. فانت ثلاثي بطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبواليا، بقى الثلاثي ده مفصول عن الثلاثي ده تماما، ما فيش حد فيهم عارف يعمل الدور ده. طب ده دور قفشه، المفروض ان هو كان يبقى 4-2-3-1، فقفشه هو اللي بينقل نوعا ما، بيسيب حمدي فتحي واليو ديانج للحته الدفاعيه، وراجل هو اللي بيصنع. طب ايه الدور الثاني اللي هو دور طاهر محمد طاهر؟ الجناح اللي هو بينزل صانع العاب، الانسايد وينجر زي ما بيقولوا. هوريك طاهر محمد طاهر الكرات دي كلها والفرق بينه وبين كهربا في الشوط الثاني. ادي الكره بتروح لطاهر، استلامه وحشه، بيحاول يصنع اللعب ما تروحش، تروح تاني مخطوء، تيجي خاطئه. ادي طاهر بيستلم في نص الملعب على طول، قدامي يا توني يا كوامي بوانسا، تقطع منه الكوره. بص استنى المسانده من علي معلول عشان يبتدي طاهر يفوق. ماشي. طب هوريك طاهر ابتدي بيفوق امتى؟ وراحت الكوره خلاص خدها سيراميكا. بص تاني علي معلول يلعب لطاهر، كوامي بوانسا على طول ما يخليهوش يستلم، وتروح الكوره لسيراميكا. وادي علي معلول يطلع الاماميه قدام مش لحد خالص. ماشي. تاني كوره. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان طاهر مش جناح يصنع اللعب، ولكن هو جناح خطير جدا في منطقه الجزاء، جناح هداف زي ما بيقولوا، لازم يخش جوه. كمل. فيعني ده اللي انا قصدي عليه، يعني هو انا هوريك فيه كوره دي قطعت، لو يجيبوا لنا الكوره اللي فاتت. طيب يبقى اللي انا بفهمه بقى من كلامك انه طاهر مجهوده افضل لو هو على الجناح ما يكونش جوه ال 18، لانه جوه ال 18 يشكل بالنسبه للخصم. يعني نرجع بس بالكره دي شويه اوريك هي دي اللي انا قصدي عليها. انت ممكن تشرب ميه عادي، ممكن تشرب ميه بعدين نرجع نكمل. بص هي بص ايه الكره دي. بص حمدي فتحي ده الكره الوحيده اللي طاهر في منطقه جزائه، في منطقه جزاء يعني السيراميك. طيب يبقى انا بس في اكتر من نقطه برضو انا عايز افهم برضو محمد منك. طب هو ليه الراجل فكر اصلا انه ما يلعبش بصانع لعب في الاول، اذا زي ما انت بتقول كده كان هو معتمد على الثلاثي اكرم وحمدي واليو ديانج؟ اولا لانه بيقلل من خطوره سيراميكا، لان سيراميكا زي ما بيقول لك بيضغط بثلاث لعيبه، كوامي بانسا ومحمود توني ومحمد توني ومحمود نبيل. الثلاثي ده عامل ساتر دفاعي غير طبيعي لسيراميكا، غير ان هو عنده الهجمات المعاكسه المرتده اللي هنشوفها دلوقتي لسيراميكا. انا قصدي بس فكرتي في طاهر، طاهر كل ما هو بينزل لتحت بتفقد خطورته. طيب اللي بعديها كده عايزين نقوله، خلينا نشوف هجمات سيراميكا، هوريك بقى سيراميكا بيطبق ازاي هجماته. بص بقى هنا ادي محمد ابراهيم، هي بص الرباعي جنب بعضه، بتروح الكوره يستلمها، شوف محمد ابراهيم هيستلم الكوره، شريف دابو يلعبها لكوامي منسا، كوامي منسا كوامي بونسو ده المفروض ان هو راجل ديفندر، بس طالع بص فضل ضاغط على حمدي فتحي، اخذ الكوره ولعب العرضيه وراحت لشريف دابو في الاخر طلعها في ضربه مرمى، كانت كوره خطيره جدا. بص الهجمه على طول بتتلعب 1-3 على طول، بتروح الكوره هيلعب لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم هياخد اكرم توفيق هيجري هينزل له على طول، راحت الكره من احمد محسن ليلى، احمد محسن قصدي الباك الشمال بتاع سيراميكا. اللي اقصده ان سيراميكا لعب على دي، يعني دي كانت كورته. الثلاثي لما بيتجمع عند محمد ابراهيم ينزل له شادي حسين ومعاه شريف دابو، يعملوا جيم على اي حد ويعدوا. بص انت متخيل، بص اللي بيحصل، ادي الكره دي كلها هجمه هي من ناحيه الشمال راحت للاهلي، بص هنا المرتده على طول بتروح قطع. بص محمد ابراهيم ولا راجع يعمل الواجب الدفاعي، لو يجيبوا لنا الكره اللي فاتت دي، ده برضو قفشه. لا ده قفشه. هما هو الكره اللي فاتت بس دي اللي عايز اوريك، دي المرتده بتاعت سيراميكا ازاي بيطبقوها بسرعه رهيبه. ادي الكره مع حمدي فتحي، محمد ابراهيم اللي راجع يعمل الدور الدفاعي خطفها ماشي الكوره. بص كوامي بانسا على طول، بس دي فاول. هي ما اتحسبتش يعني، خلينا نقول ان احنا بنلعب على فاول، هي كره فاول. بس انا بتكلم على اتعملت هجمه يعني، طب واضح ان هي مش كامله معاهم، بس هي اتعملت منها هجمه خلاص مش مشكله. طب ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ ده الشوط الاولاني كله، ادي معاناه الاهلي، وادي ازاي سيراميكا احرج الاهلي في الشوط الاولاني. ماشي. طب ايه اللي حصل؟ نزل قفشه ونزل كهربا. خلينا نشوف بقى ايه اللي حصل في الشوط الثاني. بص على طول قفشه وكهربا الاثنين عينهم على بعض دايما. بص قفشه على طول دور على كهربا اللي فتح نفسه مفضي وراحت اول كوره كانت هتبقى خطيره. تاني كوره ادي اكرم توفيق، الاهلي ما كانش عارف يطلع بالكوره في الشوط الاولاني. هنا بص ابتدى قفشه ظهر،
وعلى طول الطوليه لكهربا اللي بص واليا واخد المهاجم وكهربا جاي من بعيد، ده اللي ما كانش عارف يعمله الاهلي. جناح يقدر يتحرك بين الخطوط وينزل يستلم، وصانع العاب يقدر يصنع اللعب. بص قفشه لوحده خالص فاضي، بيعرف فضي نفسه، تاني الكره العاليه راحت وادي جول، ده الهدف الاول. ادي اللي شفت اتطبقت في يعني لو نرجع بس للكورتين بالراحه بس نرجع عطونا الكره اللي فاتت قبل الجون، الكره اللي قبل الجون. بص على طول قفشه بينزل يستلم، ياخد الكره يلعبها في الحته الفاضيه على طول. بص ده دي كره، مش كره الهدف الاولاني، دي الكره اللي قبل الهدف. ايوه ادي قفشه هيلعبها علي، هيلعبها طوليه على طول. يعني ممكن نحرك حركوا لنا يا جماعه. ادي محمد، ادي بواليا، وادي كهربا. هي نفس كوره الشوط، نفس كوره الهدف. ولكن بدل بواليا محمد شريف. تمام، ادي دور قفشه وكهربا الاثنين عينهم على بعض. ادي ده صانع كهربا يقدر. يعني بص اللي انا عايز اقوله ان موسيماني عرف النهارده في الشوط الاولاني ده قيمه كهربا للجمهور. كهربا بقى لعيب مؤثر ومهم في الاهلي. مش بس يعني مش بس استعاد مستواه، لا خلاص هو طريقه موسيماني الحاليه كهربا بقى عنصر اساسي فيها. صحيح، وهو كمان رجع ركز بشكل كبير جدا كهربا هتلاقيه يعني لو كملنا بقى اللعب. طيب كله طيب، يبقى انا فهمت اللي تقصده، انه في الحالات اللي انت جايبها هنا انت بتعامل النادي كهربا. الاهلي تعامل النادي الاهلي في ظل وجود قفشه وكهربا هو اكثر خطوره، لانه في صانع اللعب وفي المهاجم. كهربا هو اللي بيصنع دلوقتي القفشه، وقفشه بيدي لمحمد شريف. صحيح، حواليه كوره. بص بص دي كوره المفروض انها يعني في نص الملعب. بص كهربا بلمسه واحده بس خلاص ضرب الدفاع، وده عمل دور صانع لعب. هو مش ده دوره، ولكن هو ده الجناح اللي بيصنع اللعب. ده اللي ما كانش طاهر عارف يعمله في الشوط الاولاني. صحيح. اخر حاجه معانا وولتر بواليا. ده اول مباراه ليه واول ظهور رسمي ليه. يحسب لوولتر بواليا حاجه مهمه، لعيب عنده ثقه بنفسه، مش خايف. راحت له كذا كوره، دي استكمالا. احنا لو ينفع بس نخش على وولتر بواليا عشان دخلونا بقى على وولتر بواليا يا جماعه. ادي كهربا بيختم يعني الجون الثاني نفسه. ده الجول ما اتحسبش الجول ده. ماشي كمل. ادي وولتر بواليا. هو ديك هي اهم ميزه فيه النهارده اللي ظهرت، اللي الاهلي هيعتمد عليها تحركات الراجل. دايما موجود في كل كوره. يمكن حظه سيء، يمكن لمسته. هو مش مهاجم قناص برضو خلي بالك. هو لعيب سريع جدا. بص لعيب قوي. الاهلي ما كانش عنده لعيب مهاجم دلوقتي بياخد الكره العاليه من ساعه ما مروان حسن كان مصاب. ميزه بواليا انه لعيب شرس جدا وبيقاتل على كل كوره. الكره بتاعته دايما بيتحرك طبعا. تحركاته حلوه بين الخطوط جدا. واللي ما ساعدوش في الشوط الاولاني حسين الشحات وطاهر. مفيش تفاهم بين الثلاثه طبعا. ومفيش صناعه لعب. الراجل ما جاتلوش حاجه تقريبا في الشوط الاولاني. بص كلها كرات. بص هنا كوره حسين يعني بواليا هيبص لحسين يقول له لا العبها لي في الفاضي زي ما العبها لي قدامي مش ورايا. بالظبط العبها لي قدامي مش ورايا. بص هنا كوره من ولا حاجه الراجل خلق فرصه. من رمي التماس اتحرك كويس وشوطاته قويه جدا. دخل في منطقه الجزاء وشاط. فهو اللي عايز اقوله ان وولتر بواليا مش المهاجم القناص. لو الاهلي مستني مهاجم هداف بالفطره مش هو ده. ولكن ده مهاجم بيصنع فرص. بص هو اللي صنع الفرصه هنا الكهرباء اللي هيعملها هتروح لحسين الشحات او علي معلول وتبقى هجمه قويه. الفكره كلها ان اقصده ان وولتر بواليا مهاجم متحرك جدا شرس جدا، ولكنه مش قناص. مش المهاجم الهداف اللي الاهلي ممكن يعتمد عليه في تسجيل اهداف يعني. صحيح. طيب قبل ما اختم معاك عايز اقول بس حاجه. محمد شريف لعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي، والنهارده محمد ما كانش موفق في الكوره اللي هي ما اتحسبتش وكوره انفرد بيها. رسالتي لمحمد شريف نفسه، ده ما يقللش منك في حاجه. انت لعيب واعد ولعيب مهم، والناس تنتظر منك كتير جدا جدا جدا، مش بس في النادي الاهلي، انا بتكلم على صعيد كمان منتخب مصر. ده ما يقللش خالص منك ولا يخليك حتى تفكر باي شكل سلبي، لانه المهاجم مش مشكله لو جه عليه وقت ما سجلش. المشكله انه يفقد الشغف ويفقد الحماس في ان هو يحاول يوصل للمرمى. عندك فرص كتير سجلتها، وبالتالي تقدر تسجل تاني وتالت ورابع. اللي عاجبني ان جمهور النادي الاهلي متفاهم ده، اللي عاجبني انه الناس واعيه دلوقتي انه لما يبقى في عندك مهاجم بجد ومهاجم حقيقي انت ما تكسرش في مقاديفه حتى لو هو ما كانش موفق. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا مولانا، وسعداء جدا بفقرة.